السلام عليكم، مرحبا بكم جدا دائما على قناة كريمة الحاج. فيديو جديد وجولة جديدة. جولتنا اليوم من محل جولد تيسيو اللي كيتواجد بورغون. المحل ديجا تعرفتوا عليه عندي شحال هادي، واليوم رجعت بالجديد. الجديد اللي عندهم هو التويبات اللي دخلوا في البوكلات في لاطوال، شي حاجة توب، شي حاجة اللي غادي تلقاوها حصريا عند المحل. غادي نشوفوا البروكار اللي جاب لمسة ديال المطروز، غادي نشوفوا كذلك حتى لي كانابي، غادي نشوفوا النواماس، غادي نعطوكم الأثمنة بطبيعة الحال، غادي نوريكم كذلك حتى موديل في لا طابلا مونجي اللي حاطينها لكم في المحل ولا غتبقى بثمن برومو. المحل كيدير صالونات البلديه، كيدير صالونات الروميه، كيدير بيوتات النعاس، كيتكلف لكم بلابياج الا بغيتو، كذلك حتى هو بغيتو الثوب مرحبا، بغيتو تخيطوا مرحبا. كيتعاملوا مع جميع المدن وكيتعاملوا كذلك حتى مع الناس اللي خارج المغرب، فما تفلتوا حتى شي حاجه. غادي يكونوا دي برومو خاصين بالعيد. هاد لا برومو غتبدا من هاد لا فيديو، يعني ملي غيطلع هاد لا فيديو حتى الاخر ديال هاد الشهر اللي هو شهر ماي. فاستغلوا الفرصه لان كاين تويبات اللي نزلوا فيهم اكثر من 50 درهم في المئه بطبيعه الحال. وقبل ما نبداو لا فيديو بغيت نقول لكم بان العنوان مصور في اخر لا فيديو الا بغيتوا تعرفوا على العنوان، سينو تقدروا تواصلوا مع المحل ويقنعكم ويصيفط لكم اللوكاليزاسيون. كيتواجدوا بورغون بالقرب من رون بوين اللي فيها فينيزيا ايس شارع طنطان. السلام عليكم خويا سي محمد. وعليكم السلام اختي كريمه. لاباس عليك بخير؟ الله يبارك. امورك هانيه؟ الله يبارك. امورات هانيه. واه مع الوقت صافي. ولكن غبرتي وجبتي لنا بزاف ديال الحوايج جداد، غنكتشفهم ان شاء الله اليوم المتابعين عندكم. غيكون الثمن ديال الصول. الثمن ديال الصول. مناسبات. العيد الكبير ان شاء الله. العيد الكبير ان شاء الله. ومن هنا حتى لاخر الشهر هاد 23 يوم هي اللي دايرين فيها الصول، لانه من بعد تقدر ما يبقاش ستوك، غادي يدخل ستوك اخر جديد، يكون الثمن مختلف. اي من هنا حتى لاخر ديال الشهر، ما يخلي لكم القياس باش تشريو الحولي. انا غنبداو معكم في الجديد. قبل ما نبداو الجديد حمقني هذا الكنابي على شكل بان. لا غزال، عطينا الخاطر وخدمناه خدمناه زين. عطينا الخاطر، ما عندي ما نسالك. شوفوا لي لا فينيسيون تبارك الله كيفاش داير. هذا الموديل اللي ولا دارج حاليا ولا طوندونس، كل شيء تقريبا ولا تيطلبوا. اليوم وفرتوه في المحل، هذا مخدوم بالبوكلات، هذه بوكلات غازي. اياه شوفوا لي ومخدوم بالسمطه، درنا عليه البونج باش يكون هذا البونج 33. بونج 33 ولا بياس سوبليكس. هكاك درنا ليه سمطه باش يبقى بومبي، باش يبقى ما درناش العود غادي تجلس على البونج ويحبسك العود، درنا السمطه باش يبقى بومبي، باش يبقى داك لافي ديال كونفور. ديما كونفور، ما تحت البونج ما يموتش ما والو، ديما تجيش جلسه قاصحه، ما تجيش جلسه قاصحه والبونج ما كيموتش. انا غادي نوريكم غير الكنابي كيفاش كيجي. اللي عجبني فيه هو الظهر، هذا لو دوسي فوالا. هذا الموديل راه كنا دوزناه الى عقلت كان عندكم بحاله فهذيك البلاصه، عقلت عليه غير بهذا لو دوسي. شوفوا لي الظهر ديالو مخدوم بنفس لا فينيسيون، الظهر كله مصوب وجايب الباسبال هكا، سواء حطيتوه في الوسط اون فاس مع الصالون، حطيتوه مثلا عندكم بيت ناس كبير مثلا شي فيلا ولا شي حاجه. وهذا الثمن ديالو اليوم غادي يبقى الثمن 7500 درهم. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوا الكنابي مع الكرسي، شوفوا لي الكرسي كي داير، كرسي كيحمق. شوفوا لي ديزاين ديال الكرسي كيفاش داير، حتى هو مخدم بالبوكلات غازي، جات في هاد لاكولور الغابيل ديال هادوك الخديديات، وهاد الثوب اللي في المخاد راه غنوريه لكم غنخليكم معنا. بالنسبه لهذا الناس اللي غيبغوا ياخذوا الكرسي بوحدو، الناس اللي غيبغوا ياخذوا الكرسي بوحدو كيمشي ب 2800 درهم. 2800. مي الناس اللي غادي يبغوا ياخذوا هاد الكنابي اللي على شكل فورم بانانا، بغا ياخذوا معاه الكرسي، الكرسي تيبقى ب 2500 درهم. 2500 درهم. ناقصه 300 درهم. بحال تقام عليهم ب 10000 درهم هو الكرسي، واغلبيه كيبغوا مع جوج كراسي تقام عليهم ب 12000 درهم و500. 12000 درهم و500. والكرسي راه تبارك الله الكرسي راه كبير وعامر، عامر بالفورج، مخدوم مزيان، لحقو طريقو. لا فينيسيون ما عندي ما نقول فيها، الناس راه كيتعاملوا معكم دائما. شوفوا لي وجايب السوكل ديال العود. شي حاجه توب، شي حاجه انيقه في التفريشه. بالنسبه للناس اللي غيسولونا على البوكليت، البوكليت راه عندهم بزاف ديال الانواع وعندهم حتى لاطوال، غادي نكتشفوهم معاك ان شاء الله. بالنسبه للمخاد، المخاد باش مخدوم هذا واش كيمشيو معاه الخديديات مثلا؟ الا خديت انا هذا الكنابي واش كتعطيني معاه الخديدي غراتويت المخدات؟ شوف انا تنيغوسي عليهم ثلاثة أربعة جوج اللي بغيتي غراتويت، ماشي مشكل. الوغ كيمشي مع الخديدي بهذا الموديل اللي شفتو، هذه الزواقه اللي شفتو تاخذوها، سينو يبدل لكم الزواقه. دابا غادي نمشيو للجديد، بما انه هضرنا على البوكليت غادي نمشيو دابا الجديد في البوكليت اللي عندكم اللي دخل. كنعرفوا بزاف ديال الانواع عندكم وديجا دوزناهم. غادي نبداو دابا بالبوكليت اللي معروفه الكلاسيك اللي دوزناه لهم شحال من مره. هانتوما شوفوا ليا اللوينات كلهم راه متوفرين في المحل. فوالا هادو هما الالوان اللي فيها هاد النوع، كنهضروا على هاد النوع الاول. هادي زواقه مختلفه بانت لي ياك، زواقه مختلفه. هادي زواقه مختلفه، ما عندناش فيه البلون كاسي ولكن كاين
البانو ديالو ما معلقش، انا كاين بلون كاسي والبلون جوج الوان ما كايناش معلقنا فيهم، ما معلقينش ولكن كاينين. جا ستوك ديالهم، ما كان ستوك ديالهم كانوا محيدهم، دابا جا ستوك ديالهم كفناش الوقت باش غادي نعلقوهم، المهم كاينين. ها هما اللوينات اللي بغى البلون كاسي ولا الكاس ولا البلون كاسي ولا البلون راه كاين. حتى هادو راه معاهم. والبلون كاسي هو هذا، البلون كاسي هو هذا، البلون اللي ما كاينش، غير البلون اللي ما كاينش. وكاين فيه حتى هاد الفيغ، هاد الفيغ كادر، شوفوا لي هاد اللوين حتى هو يا غزال. بالنسبة لهذا فيه حتى البريك، فيه حتى الغوج بريك، البلون ديالو اللي ما كاينش والبريك، حتى الغوج بريك كاين. داكوغ، ألوغ هادي النوع الأول ديال البوكليت، شحال غتبقى في الثمن هادي؟ هادي كنا درنا 200 درهم، دابا كتبقى 170 درهم. 170 درهم أون برومو، أون برومو في هاد 20 يوم يعني. في هاد 20 يوم اللي بقات غادي ترجع للثمن ديال الأصلي. داكوغ، ألوغ من هنا حتى لآخر الشهر غتبقى بنفس الثمن اللي هو 170 درهم. غندوزو للبوكليت اللي كتجي مزوقة، هادي كنا دوزناها، هادي كانوا فيها الألوان يمكن سالاو. كانوا فيها الألوان تسالاو ما بقاش، بقى غير هاد اللون هذا. بقى غير هاد البلو، هادي تاهي نفس الثمن كتمشي 170. هاديك 170 درهم في الثمن الآخر ديالها. 170 درهم، إلا لاحظتوا الأثمنة راه ناقصين، رجعوا للفيديو اللي قبل وغتشوفوا. اللي حمقني هو هاد التوب اللي دخلته جديد، هذا واش تابع للبوكليت؟ نقدروا نعتبروه من البوكليت هذا؟ طوال بوكليت، طوال بوكليت. طوال بوكليت، شوفوا لي. مخدوم ودوبل فاس. شوفوا التوب كيفاش داير، من نزة ودوبل فاس، يعني إلا بغيتوا الكحل هو اللي طاغي سينو الباج ياك. فوالا شوفوا لي الظهر ديال هذا، وهنايا كيبان لكم الباج، هذا داير فكرني بدوك لي طابي اللي كنشوفوهم في لي شاوروم. فكرني فيهم. كاين اللي كياخذ منه كوسوريش كيدير طابيه صغيره، عنده بلاصه صغير كيدير منه طابيه، كتصايب منه طابيه. كتصايب منه طابيه. كتصايب منه طابيه. دابا عاد فهمت السيده اللي دخلت دابا كتسول على العبار البلان اللي بغات دير، بغات تسول على العرض ديالو. تسول على العرض ديالو باش دير به طابيه. باش دير به طابيه. غادي دير بحال لي طابي اللي كنشوفو، شوفو الزوار. عندو كنابي صغير كيدير به طابيه. يدير به طابيه، سينو هو راه تيدير بالخدادي ما تحتاجش. كدير مخيداش كيديرو بالغابيل، كيديرو منه مخيداش كيديرو طابيه صغيره. كيديرو ديكوراسيو كتجي زوينه. الوغ الثمن ديال هذا شحال غادي يبقى؟ هذا 230 درهم. 230 درهم، هاد الثوب نتحداكم تلقاو في شي بلاصه. 280 درهم دابا. 230 درهم. من 280 230 البرومو حتى الاخر ديال الشهر. حتى الاخر الشهر. من بعد من اللي جا من اللي جا من ورا ذاك العرض ديال البرومو غيلقى 280 درهم. غيلقى رجع الثمن ديالو، عندنا حتى هاد الزواقه الثانيه ديالو، شوفوا لي اللون، انا تشهيت الخدادي وحده في هادي وحده في هادي حدا بعضياتهم غادي يجيو غيضح. الثمن ديالو 230 درهم، ومازال عندنا فيه زواقه وحده اخرى، ودائما راه دوبل فاس. دوبل فاس. فوالا، بالنسبه للزواقه الثالثه ها هي شوفوا لي. الوغ هذا راه اونسومبل. يمشيو بثلاثه بهم شي كنابي في الباج يجي غزال ولا كيمشيو كاع مع الالوان هادو، كاع الالوان كيدخلوا معاهم وكيدخلوا حتى مع الغوج بغيك، حتى الغوج بغيك حيت هاد النواغ والبيض كيتحط مع كلشي، كيتحط مع بزاف الالوان، تقدر تحطو على اي لون يمشي معاه. شوفوا لي حتى على الموطارد كيجي زوين. الوغ الثمن ديالو هو 230 درهم اون برومو لغايه تاتسالي لا برومو. تاتسالي لا برومو. هذا عندكم فيه لون اخر ما شفتوش. فيه هاد الكري. اييه غزال. هذا هذا هو اللي شفناه في الكنابي في لوغوج بغيك، عندنا فيه الزواقه الثانيه، هذا حتى هوايا نعتبروه حتى هو من لاطوال بوكليت. لاطوال بوكليت فاس واحد هذا ماشي هذا فاس واحد. شوفوا لي باش تعرفوا الخدمه ديالو تبارك الله. من جوج هذا الشيء بالخيط من جوج. التوب داك الشيء علاش قلنا لكم قبيله على هذاك حتى هو كيشبه هذا حتى هو راه من جوج. اللي قلنا لكم راه تقدروا ديروه طابي. هذا بالنسبه لهذا شحال الثمن ديالو؟ 230 درهم. حتى هو 230 درهم، عندنا فيه هذا اللون وعندنا فيه اللون الثاني اللي هو اللي صوبنا به الخدادي. شوفوا لي هو هذا غزال، حبوا الجماهير. غزال ما شاء الله. الوغ 230 درهم حتى الاخر ديال الشهر. دابا دزنا البوكليت، غادي نبداو لكم بهذا الشكل. هذا هذه كتجي بحال السلسله، شوفوا لي هذه طوال بوكليت. طوال بوكليت عرفتي، واحد الملمس فيها شحال رطب وفيها كاع الالوان تبارك الله. شوفوا لي شحال من لون، هذه نخدموا بها لي كانابي حتى هي. كتصلح لي كانابي لي شيز والنوامس بطبيعه الحال حتى همايا. بالنسبه لهذه الثمن ديالها شحال غتبقى؟ صورنا قبل 200 درهم. 200 درهم دابا ما كاينش 200 درهم، 20 يوم على اخر الشهر 150 درهم. هذه جديده يلاه عاد دخلت اللوينات ديالها، زادوا فيها شي الوان اخرين. الوغ غادي يلاه دخلوا فيها اللوينات، ما كانوش هاد الالوان كاملين متوفرين في المحل، دابا راه كلهم متوفرين في لاكام غير ما معلقينش كاملين. الثمن هي 150 درهم. وغندوزو للنوع الثاني ديال البوكليت اللي هي مخدومه بها هاد الكنابي ياك سي واحد. هي هذه المعلقه هنايا، بالنسبه للناس اللي غادي يسولونا على هاد على هاد التوب، راه كاين هادي بوكليت غازي، الالوان يمكن فيها اكثر من هكا. الوغ هنا التويبات نورهم في لاكام نيت احسن. اييه الوغ لاكام هي هادي، لاكام ديالها هي هادي. شوفوا لي هاد الوان يلاه دخلوا ديالها كاملين. شوفوا اللوينات، الروج بغيك راه هو اللي مخدوم به الكرسي. وهذا هو اللي مخدوم به. هذا هو اللي مخدوم به. فوالا شوفوا لي الكرسي، هذا هو اللي خدمنا به الكرسي. واللوينات فيها هما هادو كاملين. بالنسبه للثمن ديال هادي شحال غتبقى؟ هادي كانت 200 درهم، هذه غتبقى 150 درهم حتى هي. الوغ 150 درهم غادي تبقى لكم.
لمده تقريبا 21 يوم، يعني من تاريخ هذا الفيديو حتى الاخر ديال الشهر. بالنسبه للناس اللي بغاو مثلا هذا الشيء راه الثمن حطيناه، ولكن راه كاين الثوب يعني سوغ كومون. بالنسبه مثلا بغيتي نفس الموديل في اي لون من هاد لاغام، راه تيوجدوا لك المحل بنفس الثمن كيبقى. فوالا واضح. الوغ حيت هما كيصاوبوا هاد الشيء ماشي تيعرضوه للبيع، لان هاد الشيء تصاوبوا المحل. واللي بغى يصاوب كنحسبوا ليه داك الشيء كومبلي بالثوب ديالو بالمسائل ديالو بكل شيء ليه بهذاك الثمن. لان عندنا 11 يعني كان عندنا الثوب، عندنا لي ميكانيزم، عندنا كل شيء ديالنا. لان الناس اللي ما لاول مره كيشوفونا، خويا سي محمد راه عنده محل اخر في سيدي معروف اللي مختص في الثوابات الروميين وكل ما كيتعلق بلا تابيسري. بلا تابيسري من الميكانيزم للسلسله لاي حاجه كتعلق بلا تابيسري. مرحبا بكم، تواصلوا مع خويا سي محمد راه يوريكم المحل ديالو الثاني باش تقدموا عنده السلعه. نبقاو دائما في التويبات، غادي ندوزو دابا لاطوال. لاطوال حتى هي راه فيها بزاف ديال الانواع، غادي نشوفوا معاك هاد لاطوال. الوغ بالنسبه لهاد لاطوال شحال تدير في الثمن؟ هاد لاطوال 130 درهم. 130 كانت 150 درهم، درنا لها 130 درهم حاليا. 130 درهم متهيره فيها اللوينات، عندنا فيها هذاك الباج، عندنا فيها الكري، عندنا فيها الطوب، عندنا فيها هاد بحال بلوجين، وعندنا فيها هاد اللون. شوفوا ليا هادو كلهم الالوان ديالها. الوغ الثمن ديالها غتبقى 130 درهم. عندنا نوع اخر في الاطوال، هذه يمكن بحال الاطوال طوال فولو، هاد لابارتي كامله 130 درهم حاليا في هاد 20 يوم. 130 درهم هاد اللوينات كاملين، هذه بحال هذه رطبه، هذه لاطوال اللي كتجي رطبه، اللوينات اللي فيها حتى هي 130 درهم. بالنسبه للتويبات راه كاين لي زام بخيمي وكاين كلهم نفس الثمن اللي هو 130 درهم. تقدروا تختاروا اي موديل كتلقاو لام بخيمي ديالو. الناس اللي قراب يجوا مرحبا بهم. غنخلي لكم لادريس بيان سور في اخر هذا لا فيديو. حنا تتواجدوا بورغون قرابي الفينيزيا ايس. شوفوا ليا هاد اللوينات كلهم متوفرين. خويا سي محمد بان ليا واحد الموديل اخر عاوتاني في الكراسه عندك. هذا صغير على شويه الاخر. هذا صغير حاضر عليه شويه في الكراسه، حاضر عليه شويه، مي هو راه مخدوم بالبوكلات. بالبوكلات تا هو بالسوكل، السوكل النواهي. الثمن ديالو شحال كيبقى هذا؟ هذا الثمن ديالو 2300 درهم. 2300 درهم كيبقى لكم. بالنسبه للكنابي غادي نمشي نشوف لكم واحد الكنابي غزال عجبني. هذا كنابي بيكي ومخدوم بسميتو بالصيف كما تنقولوا، شنو بالكابيتوني. بالكابيتوني بالصيف. هذا كابيتوني، هذا ماشي بيكي في الحقيقه. كابيتوني عنده السكول ديال العود. كابيتوني موديل غزال مخدوم بلاطوال اللي وريناكم دابا، اللي دوزناه لكم 130 درهم. فوالا شوفوا لي لا فينيسيون كيفاش جا مخدوم بالسكول، وعجبوني الرجلات طالعين. الكنابي جا موديرن، شي حاجه اللي كنشوفوها في لي شاوروم، يعني ماشي داك الكنابي اللي تيجي هابط بالسوق ولا تقدري تلقاي محطوط في اي بلاصه ولا شي حاجه. شوفوا لي غادي نحاول نقبط لكم على الموديل كيفاش جا داير. ها انتوما السوكل مخدوم بالعود هكا، والكنابي كله جا كابيتوني وبهاد التصديفات بطبيعه الحال. لو دوسي جا سامبل، وجا هنا ميريديان. شوفوا لي هنا بان لي فيها العرض بزاف على هذه، يمكن يا كاسي محمد ولا نفس العرض غير نفس العرض. شحال فيه في العرض هذا؟ غير هنا لهنا هنا مع ما كاينش الظهر كيبان كبير. الظهر كيبان كبير. الوغ بالنسبه للجلسه شحال فيها الداخل؟ يمكن هذه فيها 70. فيها 75. فيها 75 بلو دوسي غتولي شي 85. بالدوسي 90. 15 في الدوسي والجلسه 75. الوغ فيها 90 داكشي علاش. وجات هكا في لي زاكودوار ديالها، جاوا بحال هكا بنفس الخدمه. فوالا بالنسبه لهاد الكنابي شحال تيخدم للمتر؟ هاد لو موديل بالضبط، هاد لو موديل بالثوب ديالو بالمسائل ديالو كلشي 2000 درهم. 2000 درهم للمتر كيتخدم بهاد العرض اللي عطيناكم. كلشي هذا مع فيه الكابيتوني وفيه الخياطات كيهزتو بزاف. 2000 درهم للمتر. 2300 درهم درنا 2000 درهم. كيدير 2300 في الاصل. بالنسبه للناس اللي بغاو شي حاجه واجده فهاد راه يقدر يبيعوا لكم. هاد راه يضلهم صوب، هذا موديل جديد عندهم في المحل. الثمن ديالو كيبقى شحال؟ 8000 درهم. 8000 درهم غادي يبقى لكم. ونذكر دائما راه بلا كودوار حتى هي محسوبه في الثمن، داخله في الثمن. لي كوسان اللي بغا هادو 90 ولي بتي كوسان، تا هو لي كوسان هادو اللي بغا شي وحدين اخرين نبدلوهم ليه نزيدوا لي بتي كوسان، نديروا لي 3 3 نعطيو 6 الكوسانات ولا 4 2 2 اللي بغا. غيمشيو مع 6 ديال الخديديات، 6 المخيدات اللي مشيو معاه. ماشي مشكل، مرحبا. الناس اللي ما عندهمش الوقت وهذا، كنعرف بزاف ديال الناس كيبغوا يشري شي حاجه واجده. اللي جا العبار مزيان قادوا ليه، اللي بغا عبار اخر عليه قادوا ليه. اللي عنده شي موديل اخر كنجيبوا الموديل كما هو ونحطوا ليه حتى يشوفوا في المحل. الا ما جاش داكشي اللي درنا معاه ما ياخذوش. حنا ملي كنقولوا ليه شي حاجه كنحطوا ليه داكشي اللي درنا معاه. لا بالنسبه لنا الموديل ديال الناموسي ولا بالنسبه لنا الموديل ديال الطابيسي، يكون عنده موديل كيف ما بغى يكون كنصايبوه ليه، كيف ما بغى كيطلعوا نصايبوه ليه بلا ما تيغ اللي بغى بالمسائل. وراه كل حاجه والثمن ديالها، حنا عطيناكم الثمن ديال هاد الكنابي. الا عندكم شي موديل اخر صيفطوا ليه التصاور وراه غنعطيكم العبار. حنا عندنا بزاف ديال الموديل خدمناهم للناس، عندنا بزاف ديال لي موديل بالنسبه للكراسه، بالنسبه للصالونات، بالنسبه لسميتو. ولكن كاين اللي كيجيب شي موديل سبيسيال تيقول لك انا بغيت هذا الموديل. كاينش عندنا بزاف الناس وكنحط لهم داكشي اللي درنا معاهم، داكشي اللي بغيتو. حنا عندنا لاتولي فيها النجاره، فيها العود، فيها كلشي. ملي كنبغيو نصايبو الموديل كنصايبوه، كنحطوه، كنرسموه، كنديرو الشيمه ديالو
كندخلوا للسيستم وكنصايبوا وكنخرجوا داك الشيء اللي درنا مع الناس هو اللي كنحطوا لهم. تبارك الله عليكم. دابا غادي ندوزو للناموسيه. فوالا شوفوا لي الناموسيه هذه مخدومه بالصندوق او الرونجمون. شوفوا لي العبار ديالها، العبار ديالها فيها متر وستين. هذه متر وستين على جوج، متر وستين على جوج بالنسبه للتيت دو لي مخدوم بهذه الطريقه. هذه الناس اللي غيسولوني على توبا دافير زاتشي، فير زاتشي مكيخرجش تراساج. فير زاتشي راه باينه من الملمس ديالو. شوفوا لي الشكيل ديال التيت دو لي كيفاش جا. وبالنسبه للتيت دو لي راه على حساب واش كاين شي شكل ستاندار ولا كل واحد والعبار ديالو. اللي بغى شي عبار صيبو. دابا هذه فيها متر 30 عاليه شويه، نورمالمون ستاندار تتكون فيها متر 20. مترو 25. مترو 25 هي ستاندار. هذه شحال فيها قلت لي؟ مترو 30. فيها مترو و 30 وعريضه، حتى في البوا عريضه فيها، حتى في البوا عريضه. هانتوما مخدومه بالباس بال، بالباس بال من جوج بجوج تسجل لي من جهتك. مخدومه الحقه وطريقه زعما. لا لا فينيسيون ما عندي ما نقول. بالنسبه لهذه راه مخدومه بالصندوق ديالها. الثمن ديال هذه شحال غتبقى سي محمد؟ هذه غادي تبقى ب 6000 درهم. ولكن كندوي لكم على خدمه نقيه، العود العود نقي والميكانيزم نقي. كندوي لكم على خدمه نقيه، ما كندويش لكم على. بغيت نوريكم. واو عجبتني انا، شفتها قبيله محلوله. شوفوا لي الخدمه كيفاش داير، كل شيء مقاد. العود كيفاش داير؟ العود حاجه نقيه. وشوف الميكانيزم، ما كنديروش ميكانيزم كحلين العاديين ديال الشنو، كندير ديال تشوركيا في متر و10 في العرض ديالو. حاجه مزيانه، الله كبير، حاجه مزيانه. شوفوا لي الميكانيزم راه كيبان تمايا. لا فينيسيون ما عندي ما نقول. وانتم تبارك الله عندكم المحل ديال هذا الشيء، يعني كتختار احسن مكان. احسن مكان كنخدم الكليان ديالي احسن مكان واثمنه مزيانين باحسن مكان. الناس اللي كيتبعوني غيعرفوا المحل. راه ديجا صورته في سيدي معروف، وريناكم كاع داك الشيء اللي عندنا. ما بين الميكانيزم الكحل ديال لاشين وهذا ديال تركيا راه كاين فرق كبير في الثمن. وبالنسبه لسميتو راه كنخدم انا بنفس الثمن تقريبا باش كيخدموا حتى بالميكانيزم عادي. واضح. كنخدم حاجه مزيانه. 6000 درهم غادي تبقى لكم. عندنا واحد الموديل هذا ديال الكليان، داكشي علاش كتشوفوه مغلف راه غادي يخرج دابا. هذا موديل الناس بغاو تيت دو لي هابطه شويه بالمقارنه. هذه فيها مترو، الناس بغاو غير مترو الحساب. عندهم شي ديكوراسيون الفوق في الحيط كوموندو مترو. بالنسبه للعبار اللي درتو لهم، هذا العبار طلبوه همايا. كاين العبار بطبيعه الحال اعلى منها، هو اللي ستاندار هو مترو 25. هو مترو 25. 25 بالنسبه للثمن ديال هذه شحال غتبقى؟ الثمن ديال هذه 3500 اون برومو. كنهضروا عليه بلا ماطلة، لا الناموس الاولى ولا هذا. لا بطبيعه الحال الماطلة راه ما داخلينش، اللي ماطلة اللي بغاهم يتواصل مع المحل. الوغ 3500 درهم وهذه برومو. هذه فيها 20 يوم غادي غير في هذ 20 يوم. كلهم كتجينا وسيله داخله فيهم. من بعد كتكون ب 4000 درهم. 4000 درهم. وحتى البوا عريضة، حتى البوا ديال هنا عريض باش تدخل الماطلة وكتجي زوينة وكتبقى تبان. الطابل دو شوفي، شوفوا لي الشكيل ديالها كيفاش جا داير. انيق غزاله ما شاء الله. هادو تا هما سور كوموند. سور كوموند اللي بغاهم هادو مخدومين بالشان. وبالنسبه لهادي راهتو شلاش. فوالا كيما كيفوتوش السيمانه يوجدوا ولا السيمانه ثلاث ايام اربع ايام يوجدوا. هانتوما الشكيل ديالها كيفاش داير، غزاله ما شاء الله. هاد لابياج واش غير ديكور ولا انتوما كديروه؟ بيان سور كنديروه. كاك ما قلتيش ليا هادي. هذا الجديد اللي بغا بيت نعاس كومبلي صيبوا لي كومبلي. هذا الجديد شوفوا، تقدر تصايب مثلا الناس صوب لهم الحيط كامل فيه لابياج. فيه لابياج وبويلات يكونوا هابطين حتى هما من بعد بالليد. بالليد كيكونوا هابطين في النواغ ولا هذوك اللي كيكونوا دايرين. الو هذا تما كتصاوبهم بالنسبه للناس اللي غيسولون على الثمن، على حساب الموديل، على حساب الموديل اللي بغاو. واش البارداج غليظ واش رقيق؟ واش حيت هذا راه مخدوم بالبارداج في الرقيق. تقدري تبغي البارداج غليظ رقيق والومنيوم. هذاك دابا كاين اللي كيبان لي عود، هذاك اللي في الجناء هذا الوسطاني هذاك ام دي اف، وهذه داير جناب الومنيوم ديال برا. داكو على حساب شنو بغاو، واش بغاو عوج ام دي اف، واش بغاو كل واحد الموديل. الو تواصلوا مع خويا السي محمد في التليفون وغيعطيكم لي ديطاي ديال اي نوع بغيتو مثلا، ولا حتى الا عندكم شي موديل. ملي كيكون عنده من طابعه الحمل يكون عنده فور في عنده يبغي ناموسيا بالكوفوزاج يبغي الماكياج غيكون تخفيض، غيكون ثمن سبيسيال ديالو. اللي بغى لا شومبر كامله بطبيعه الحال غيكون عنده تخفيض. دائما حنا في هاد لي طابل دو شوفي غادي نوريكم. بالنسبه لهاد الناموسيه هادو درتوهم ليها، درتهم لي شوفي في الحيط. موديل جابوا ليا من هادو غيجيو سوسبوندي غيتعلقوا في الحيط، كيتعلقوا في الحيط بحال هكا. فوالا كيجيو بحال هكا سامبل، وتا هما راه توشلاش توشلاش. فوالا كيجيو بحال هكا. بالنسبه للثمن ديال هادو شحال غيبقى؟ هادو 800 درهم. 800 درهم. والموديل اللي شفنا دابا 1200 درهم. الو هذا الموديل. وبالنسبه للعود راه شين، هذا عود شين وتوشلاش. توشلاش راه غالي على العاديه. فوالا هادي توشلاش بالنسبه للمجر، والعود راه شين 1200 درهم. والموديل اللي وريناكم دابا 800 درهم. لا طابلا بون نجيب الكراسه ديالها. ديجا كنا دوزنا لكم شحال من موديل في المحل كيصوبوهم هما، يعني هادو ماشي تيتباعوا جاهزين. هادشي كل سير كوموند، سير كوموند. هادشي سير كوموند باي لون بغيتوا الله يخليكم، وباي نوع ثوب بغيتوا يقدروا يصوبوا لكم ياك. باي لون بغاو باي موديل. بعدا مصايبين حنا بلا طوال، نوريكم هاد الموديل ونقول لكم الثمن ديالو. هذا مصوب بلا طوال. شوفوا ليا هاد لا طوال دوزنا قبيله نيت
الوغ راه كاين هذا الموديل ياك هو اللي دوزناه قبيل هذا هو الثمن ديال اون برومو ديال 130 درهم اون برومو 130 درهم اون برومو 130 درهم توبي يعني اللوينات كاع اللي بغيتو راه كاينين غنبدا معكم بالكرسي الوغ شوفوا لي الخدمه ديال الكرسي الوغ بالنسبه للكرسي رجيلات بلفي بالعود اف ان واي هادشي هو اللي ولا داير دابا لتر بنواي لتر اف نواي حتى شوفوا السمك ديال الكرسي ماشي رقيق يعني مخدوم مزيان شوف الكوتوره كيفاش مخدومه اييه داكشي اللي حقو طريقو شوف الكوتوره كيفاش عاوتاني مخدومه هنا لا فينيسيون شي لا فينيسيون راه حقو طريقو والظهر ما تنساوش عاد الجلسه راه فيها السمطه باش تكون كونفور اييه الجلسه حتى هي فيها 33 سوبليكس فيها 33 سوبليكس وعاد كونفورتابل فيها السمطه ملي كتجلس كتجلس مريح ماشي كتجلس في كرسي ماشي كرسي قاصح قاصح كتلقى فيه العود لتحت كتي غير كتجلس على البونج كتحس بالعود دغيا كونفورتابل كتاخذ راحتك بالنسبه للكراسي مخدومين بهذه الطريقه عندهم بزاف ديال لي موديل غادي نعطيكم الثمن ديال هذه الطبيله هذه الطبيله ديال الزاج شوفوا ليا السوكل ديالها كيفاش داير او الرجيلات ديالها جاوا مخلفين كتجي وحده هكا عريضه في الوسط دائما مخدومه باللاتر اف اي نواي بالنسبه للطبيله فيها مترو ومترو على مترو 60 مع 6 ديال الكراسه هذا الموديل او موديلات اخرين اللي كيشبهوا لها كيبقاو بنفس الثمن اللي هو 12000 درهم اون برومو الثمن الاصلي ديالها غير عندنا في هذا الشهر هذا اييه قبل ما تسالي البرومو ديال 20 يوم غادي نخليوها لي ب 12000 درهم ولكن في الاصل قلتي لي كدير كدير 13500 13000 يعني اللي جا عندنا في هذا الشهر هذا غنخليه له بداك الثمن سواء بغى هذا الموديل سواء موديلات اخرى عندنا سواء شي موديل عنده غير ما كيتعداش مترو 60 على 90 ولا مترو بحال بحال المهم مترو 60 على مترو بغيتوها اقل بطبيعه الحال راه غيديرها لكم ولكن كتبقى بنفس الثمن اللي هو 12000 درهم في هذا الشهر هذا لا برومو ديال شهر ماي كامل الوغ واحد الحاجه نسيناها هو المضارب اللي بغى المضربه ديال بيت نعاس هي راه عندكم ولكن هادو ديال ليطالي قلتي ديال ليطالي حاجه مزيانه كابري هادو اللي كيجيو مجموعين وكيتحلوا كيتنفخوا يعني كيجي مجموعه رولي وكتنفخ داكوغ بالنسبه للثمن ديال هاد اللي في العبار ديال مترو 60 شحال كتبقى هادي 3200 درهم مترو 60 على جوج مترو 60 على جوج عبار كبير 3200 والعلو فيها 28 وهادي راه فيها بزاف ديال المواصفات ميديكال كونفورتابل شي حاجه اللي بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال 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 الظهر وانتي باكتيري كونفورتابل كلشي فيها زعما كاع المواصفات غتلقاوها عند خويا سي محمد الثمن ديالهم هو 3000 درهم اييه دابا غنوريكم الجديد في البروكار اليوم غنوريكم غير البروكار ما غنوريكمش البطروز مع العلم البطروز الا بغيتو شي حاجه راه كاينه غير اليوم غنهضروا غير على البروكار بما انه دخلتوا لينا البروكار في الزواقه ديال المطروز كاين واحد دو كام غنشوفوهم وما كاينش في السوق الو غادي ندوي لكم بهذا الموديل الاول شوفوا ليا هذا كيجي زيكزاك شوفوا لي الشكل ديالو كيفاش كيجي هذا اللون الفيغ اللي عنده شي كليسه ال ولا شي كليسه بلديه ال صالون نيت بلدي على حقو طريقو على حقو طريقو فوالا شوفوا لي هذا الكوردوني الاول الكوردوني الثاني هو اللي قلت لكم بهذا الزواقه ديال المطروز يعني الناس اللي تيعشقوا المطروز ولكن هذا في البروكار وريني سي محمد نوريهم الزواقه كيفاش دايره فوالا شوفوا لي هذا الزواقه ديالو كتجي هكا بهذه اللمسه دوغي وداخل فيها بحال شويه ديال الموف ها هو هذا اللوين عندنا الكوردوني الثالث ديالها هي راه فيها تروا كوردوني ياك سي محمد اييه تروا كوردوني الكوردوني الثالث ديالها انا ما معلقش هنايا كيكون بحال هكا ها هو الكوردوني ها هو فوالا شوفوا ليا هذا كيجي شويه رومي ودائما كيجي بومبي فوالا شوفوا ليا هانتوما شوف كيجي فيه ذوك اللوينات كيتموج الوغ ثلاثه ديال لي كوردوني واللوينات اللي فيه عندنا فيه الفيغ او عندنا عاد اللي بغا يضيف مع الاينين نديرو مع الاين كاين اللوينات في الاين الاينيات موجودين الاينيات موجودين شوفوا تبارك الله هذا الباج ديالو هذا الباج ديالو كيجي طاغي ليه بحال النحاسي ماشي الدوغي شوفوا ليا زواقه غزاله ما شاء الله مبهجه تبارك الله مبهجه الزواقه ديال المطروز هذه في البروكار عندنا اللون الثالث اللي هو الطوب حنا غنوريهم دابا غير اللوينات لان الزواقات كلهم بحال بحال الوغ الطوب ديالو هو هذا وريته لكم في الزواقه ديال الزيكزاك زيكزاك وتبارك الله راه فيه اللوينات وعندنا فيه حتى البلو مارين هذا اللون شوفوا ليا الوغ نكمل لكم في الطوب الورده ديالو ها الورده ديال الطوب هي هذه الوغ دابا وريناكم الفيغ وريناكم البيج وريناكم الطوب باقى اللون الاخير هو هذا هذا بحال البلو موف هذا ماشي بلو مارين هذا بلو موف شوفوا ليا هانتوما لعشاق الزواقه البلديه ولكن في المطروز الوغ الثمن ديال هذه شحال غتبقى هذه كانت 220 ياه هاد ال 20 يوم غتبقى 180 درهم بقاو لكم 180 درهم عوض 220 درهم شوفوا لي الزواقه الثانيه انا اللون هو اللي حمقني اللون ما شاء الله شوفوا لي هاد اللوين هاد تركوا هذا ما بين السيال والتركوا شوفوا ما بين السيال والتركوا وداخل فيه واحد النحاسي ماشي الدوغي هذه زواقه ديال صالون بلدي 100% ولكن في البروكار
كاين بزاف الناس كيبغوا البروكار كيحماقوا على البروكار. البروكار لا يعلى عليه. شوفوا حتى هو الزواقه الثانيه ديالو كيفاش كتجي. فوالا ها الزواقه الثانيه انا تنحاول نشد لكم عليها، وكاين الكوردوني الثالث يمكن في ثلاثه. هذا في ثلاثه الكوردون. ايه هذه الزواقه الصغيره حتى هي شوفوا ليا ثلاثه ديال الزواقات. شوف هذه كيفاش غادي تجي في الفرماجات، هذيك غتجي خطيره في الفرماجات. زوينه في الفرماجه، غتجي خطيره في الفرماجات. ايه الوغ ثلاثه ديال لي كوردوني واللوينات ديالو عندنا في هاد التوركوا او السيان في هاد الطوب. هذا شوف الطوب تبارك الله ديالو كيفاش داير الطوب ديالو حتى هوايا. شوف خطير الطوب ديالو. فوالا كلهم داخل فيهم هذاك النحاسي. هانتوما الزواقه ديال المخده كيفاش كتجي. زواقه بلديه بروكار ديال بنفس هذا صالون بلدي على حقو طريقو. الثمن ديالو حتى هو غيبقى لكم بنفس الثمن اللي دوزنا به البروكار الاول اللي هو 180 درهم عوض 200 الباج دي. هذا الباج ديالو وعندنا فيه حتى لو باج. فوالا شوفوا ليا الوغ الباج ديالو هو هذا. هذا ضروري تزيدوا الباتشورك في جنب باش كبر الخط ديالو. راه غنوري لكم في لاكام باش يبان لكم اكثر. يخليكم الو ها هي وريتها لكم هنا غير باش تبان لكم، حيت تما فاش كنكون واقفه ما تتبانش لينا الثوب. الوغ بالنسبه لهذا اللون الاول هو لو بيج توب. شوفوا لي الزواقه تاع الخديه وكتجي مع هاد الزواقه الثانيه اللي كتجي بهذا الموتيف. وعاد عندنا خلاص هذا واعر، هذا في الفرماجه ياك اخويا السيد يجي في الفرماجه تجي خطير. وديجا صابني بالصالونات الناس اللي غايجيو عندنا يبغوا يخيطوا صايبو غادي نوريو لهم خيط مصايب. مخيط مصايب داكو غادي يكون ديك الساعه واجد. الوغ اللون الثاني هذا راه اللون الثاني ديالو او نفس اللون هذا يمكن. لا بالنسبه لي فيه جوج الالوان. هذا اللون الثاني هذا هذا اللون الثاني هذا اللون الثاني هذا اللون الثاني هو الباج طوب. وعندنا فيه هذا الفيغ او وعندنا فيه هذا البلو موف، يعني اربعه ديال اللوينات تبارك الله ما شاء الله. هاد لاكام الاولى حتى هي غتبقى بنفس الثمن اللي هو 180 درهم. دائما تنهضروا على بروموسيون، هذا الشيء حتى لاخر الشهر. نوريكم زواقه اخرى اليوم غنبرعوكم في البروكار لعشاق البروكار الرومي. هذه زواقه روميه شوفوا ليا فيها هذا الكوردوني وفيها الكوردوني الثاني كيجي زكزاك. شوفوا ليا ما شاء الله شي حاجه ما دايراش حصريه عند محل كول تيشي كانت واجدو بورغون بالقرب من فينيزيا ايس. العنوان غنخلي لكم ان شاء الله مصور. شوفوا لي هاد اللوين عاوتاني هادشي ما كاينش في السوق. 80 درهم وهادشي ما كاينش في السوق. قلنا لكم الحصري يعني الحصري ما كاينش في السوق. شوفوا لي الزواقه كتجي تبارك الله غزاله روميه. بغيتي صالون هكا رومي او بلمسه روميه شوفوا لي فيها ثلاثه ديال لي كوردوني وفيها واحد الثالث ديالها هو هذا. ودائما حنا في نفس الالوان عندنا الباج الباج طوب وعندنا الفيغ او وعندنا البلو موف اللي هو هذا وداخل فيه واحد لو روج بغيك. نشوفوا الزواقه واحده اخرى عاوتاني هنا وريناكم في لي كام هادشي انا كلشي معلق تنوريكم لي كام باش تجينا اسهل. الوغ عندنا هاد الزواقه حتى هي بلمسه روميه لان الوريدات ما تنشوفوش داك البوكي الوسط. شوفوا لي هذا عرفتي هذا في لي زاكسيسوار كيبغي يجي يجي غير ضحك الخديديات الصغار في لي كالدوف. شوفوا لي حتى هذا تيحمق. هادو زواقات اللي اول مره غتشوفوهم عندي على القناه غتشوفوهم عند خويا السي محمد في المحل ديالو هو تيسيو. شوفوا لي الزواقات واللوينات ما شاء الله. دائما حنا في اربعه ديال الالوان لو باج لو باج طوب الفيغ او والبلو موف. هادي داخل فيها لون خطير. دابا هذا غادي نوقف لكم مزيان. محبوب الجماهير محبوب الجماهير اللون لي طوندونس في البلدي وفي الرومي هو هذا. الزواقه الموتيف سبيسيال هادي اللي بغينا نشوفو في ايطاليا نقدروا نديروا واحد الماطلاسي في الباج ماطلاسي في اي لوين هنا نكاسيو ونهرسو بها غنديروا غير في المخدات ونديروا في الفرماجات صافي ولا غير في الروتور والفرماجات باش ما يجيش طاغي. هو زوين ولكن ما خصكش كثر منه باش ما نديروا بحال هذا في الفرماجات ماشي لا بالمخده ديالو في الروتور والبلايص الاخرين نديروا الماطلاسي الماطلاسي سواء في البلوسيال ولا في البلوسيال ولا في اي لون غادي يجي معاه يجي زوين تبارك الله عليك. 180 درهم دائما. غندوزو زواقه اخرى عاوتاني هذه اللي بلديه فيها البوكي شوفوا ليا مع هذا الرماج كيجي معاها دائما توب لا كاليتي ما نهضروش عليها شي حاجه زوينه. حاجه زوينه وداك الشيء ماشي زعما طبعه مطروزه ماشي طبعه ماشي غير طبعه 3 دي هذه 3 دي كتجي شويه خارجه غونفلي ماشي ماشي واو غزاله في هذا اللون. هذه كتحمق شوفوا لي هذا اللون كيفاش داير 180 درهم الله يخليكم عوض 220 درهم في الاصل باش دوزوهم في المحل. هذا راه الجديد والحصري شوفوا لي عاوتاني هادو ديجا تعلقوا في المحل خذوا فيهم لي كومونت خذوا فيهم لي كومونت. شوفوا ليا ما شاء الله زواقات فنين تنغبروا ولكن كنغبروا ونجيبوا لكم الجديد. شوفوا ليا المارون ديالها او الباج طوب غادي المارون في الحقيقه هذا مارون. وشوفوا اللوينات اللي داخلين معاها في لي زاكسيسوار ما غاديش تحيروا دخلوا الفيغ دخلوا دوك التوركوا. الوغ باقي لنا زواقات وحدين اخرين غير خليكم معنا عندنا ما تخدموا في الصالونات البلديه.
شوفوا ليا هاد الزواق عاوتاني دائما في نفس الثمن. كنت دايره الترواد ماشي زواق مطبوع. اييه الترواد كاملين. شوفوا ليا هاد لاكولور كتحمق حتى هي في هاد لو فيرو. ها نتوما تسويب ما شاء الله. الوريضه كتجي غزاله. الزواقه ديال المطروس في البروكار. شوفوا ليا عندنا الموتيف الثالث ديالها هو هذا، وعندنا فيها اللوينات لو بيج والبيج طوب. دائما في ليغام ديال 180 درهم. شوفوا لي الزاز عاوتاني، هاد ليغام كاين فيهم البلدي وفيهم البرومي. شوفوا لي هاد السواق عاوتاني كتحمق حتى هذه غتبقى ب 180 درهم. شوفوا لي الالوان ديالها كيفاش دايرين، اللوينات ديالها ما شاء الله غزالين ديال هاد الوقيته. شوفوا لي، وعندنا واحد الزواقه مخبيتها لكم يا الاخرى. شوفوا لي هادي حمقاتني، هادي الزواقه ديال المطروز ديال بصح. شوفوا لي ها نتوما اليوم تهليت فيكم، جبنا لكم داكشي. شوفوا الالوان، شوفوا لي الفيغ طوب مالو فيغ. شوف تبارك الله كيفاش جا مع هاد لو طوب بحال غادي للمارون. شوفوا لي اللون ما شاء الله غزال، كيجي فيها الكوردوني الثاني زيكزاك، والثالث كيجي فيها بحال هكا بحال هاد العوينه. وشوفوا لي اللون في اللون، اللون في اللون جا واعر، اللون في اللون جا غزال في هاد لو فيغ ما شاء الله. زواقات عاطين وهماويين. هذا راه صالون غادي نلوحوه بصيف هذه. هذا صالون مصاوب غير للاسف ما لقيناش دابا هنا، نقدروا تلقاوه في الانستغرام عندهم. راه غنخلي لكم لاباج انستغرام يبارطاجيو لكم ان شاء الله بني تفرج. مرحبا راه تيتخيط. الوغ بالنسبه لهادو كلهم غادي يبقاو ب 180 درهم، ومازال عندنا واحد الزواقه اخرى عاوتاني حتى هي. شوفوا اليوم برعناكم هذه زواقه كتشبه ليها نوعا ما. شوفوا ليا ها انتوما هذه هي ديال المطروز ديال بصح. شوفوا لي هذا الموتيف الصغير ديالها كيفاش كيجي تيحمق ما شاء الله. ها نتوما هذه كتجي حتى هي طروادي بوكلي. اه طروادي كتجي بومبي ما شاء الله. شوفوا لي اللون الثاني ديالها هذا الفيغ. ها نتوما اللوينات الوغ الحصري اليوم واو هاد لاكولور خطيره. شوفوا لي هاد السيال وداخل فيها بحال شي فيغ بارد ما شاء الله. اه لو فيغ او. شوفوا لي هذه غزاله غزاله ما شاء الله. صافي انا هنايا ضغط في الالوان واو كلو تنقول هاد اللون هو اللي غيعجبني. فاش كتبين لي شي لون شوفوا لي هاد الطوب مع هاد لو فيغ كيفاش كيجي ما شاء الله. عرفتي تدخلوا دوك لي كالدو لي بيتي كوسان في لو فيغ واو هادي جي الطوب 180 درهم فقط حصريا عند محل جولد تيسوي، عوض 220 درهم. هاد الاسم كلها غتبقى حتى الاخر ديال هاد الشهر ان شاء الله. استغلوا الفرصه الناس اللي بغاو يصاوبوا لي غيدو ولا الصالونات ديالهم ولا البيوتات النعاس ديالهم ولا لي سيجور ولا حتى الويدات ولا شي حاجه، راه عندهم كلشي. عندهم لي ستور فاغ فوالا، عندهم بزاف ديال لي موديل تبارك الله. البيتيوغ هادو تا هما لي بيتيوغ. اييه شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره باش نوريها لكم. شوفوا لي بلي تبارك الله كيجيو ما شاء الله غزالين. عندنا هاد ستور فاغ هذا تا هو معايا اوريدو فاغ. عاد عندنا لي ستور باتو. ستور باتو لي ستور جورينوي. اييه شوفوا لي لي ستور باتو وكاينين حتى ستور جورينوي فوالا هما هادو. الوغ هاد لي موديل كلهم راه متوفرين في المحل، موديلات اخرين ان شاء الله الا بغيتو تكتشفوهم ما عليكم الا تواصلوا مع المحل. الاثمنه راه كتختلف. عندنا كذلك حتى هاد الموديل غادي نوريه لكم دابا. شوفوا لي هذا فاغ، هذا فاغ بلاك اوت خيال. بلاك اوت خيال اه واعر هذا. كاين فوق بلولاه وكاين هذا. كاين هذا كاين عندكم هاد الثوب هنايا ولا كاين في المحل؟ كاين متوفر. كاين كاين غير لاكام ديالو ولكن كاين لاكام. الثوب ديالو شحال كيدير هذا تقريبا؟ هذا الثوب ديالو 130 درهم بروموسيو حتى هو حتى لاخر الشهر 130 درهم، ولكن واحد الثويب تبارك الله غزال. باللي غير دوك قلت لكم راه عندهم لارج شوا، تقدروا تختاروا اي حاجه بغيتوها في المحل. ما عليكم الا تواصلوا مع خويا سي محمد في الرقم ديالو. غنخليكم رقم التليفون وكاين حتى لاباج انستغرام حتى هي راه فيها. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا المحل فين كاين، انا هنا في شارع طنطان، خليت البحر ورايا. يعني انا كنت جايه على عين دياب، دخلت على البولفار الاول ديالو، غادي نبقى غاديه تو دغوا لا دغيس راه باينه واضحه ما عندكم فين تودروا. غنبقى غاديه حتى نوصل الروم بوين اللي فيها فينيزيا ايس. الوغ فينيزيا ايس ما غاديش نقدر نشدها حيت التليفون فيكسيا. فينيزيا ايس غتبقى على ليسر ديالي. الوغ كي كنوصل فينيزيا كنوصل الرون بوان. هاد الرون بوان غندخل مع الزنقه اللي فيها بنك افريقيا او الشارع اللي فيه بنك افريقيا، حتى هو جا على الليسر. والمحل جا دابا على اليمين ديالي. غنوقف انا هنا غير باش نشد لكم من قدام المحل. الوغ وقفت قدام المحل، انا هادي الرون بوان اللي دخلت منها اللي فيها بنك افريقيا كيف كنعت لكم دابا. فوالا غدخلوا تو دوا، وهذا هو المحل جولد تيسيو.